السلام عليكم، أنا اسمي عامر عطية، أعمل في شركة سولفيت لتقنية المعلومات. إحنا بنقدم حلول أعمال للموارد البشرية تحديداً على مايكروسوفت داينامكس إكس، وأيضاً أنا أدير مايكروسوفت داينامكس إكس برينز اللي هي مجتمع إحنا بنيناه داخل، يمكن بدأنا فيه في المنطقة العربية أو في المملكة العربية السعودية تحديداً، وانتشر والآن عندنا أعضاء يمكن من كافة أنحاء العالم. اليوم احنا جايين نتكلم على مجموعة حلقات نتكلم فيها بإذن الله عن النظام اللي اسمه مايكروسوفت داينامكس إكس. هذه الحلقات تهدف لإماطة اللثام، إذا ممكن نوصفها بهذه الطريقة، أو عملية نشر توعية معينة بخصوص هذا النظام اللي هو احنا مقدرين وعارفين انه هو نظام فعليا بيستاهل ان شاء الله انه نتكلم عنه، وبيستاهل انه نخدم المجتمع العربي تحديدا من خلال التكلم وإدارة المحاضرات ممكن ونشر الوعي بهذا النظام. هذه الحلقات ان شاء الله حتكون عبارة عن 4 فصول، كل فصل حنتكلم فيه عن حاجة معينة تحديداً، حنتكلم بإذن الله عن تفاصيل هذه الفصول الأربعة إن شاء الله بنهاية هذه الحلقة. لكن يمكن هذه هي حلقة تقديمية لا أكثر عني أنا شخصياً، اللي حأقدم الكورس، وقد إن شاء الله يساعدني بعض الأشخاص في بعض المراحل، يعني مش أكيد، لكن بإذن الله حنتكلم وحنشوف بعدين بإذن الله كيف ممكن نوصلكم المعلومة الأقرب بشكل أسهل وبشكل بشكل كويس بإذن الله يرضي جميع الأذواق. المستهدفين من هذه الحلقات هم فعليا الناس يمكن اللي ما عمرهم جربوا أو ما بيعرفوا كثير عن مايكروسوفت داينامكس إكس. هم الناس احنا بنتكلم على الليفل اللي هو احنا مرات بنسميه 100، أو الناس اللي ما عندهم فعليا أي خبرة في هذا المجال، فبالتالي احنا بنساعدهم انهم يخطوا خطوة أولى، يعني بين قوسين محو الأمية عن هذا، يعني عن هذا الموضوع. فبالتالي إذا أنت تعرف مايكروسوفت داينامكس إكس، أو حتى لو عندك خبرة بسيطة فيه، ما أتخيل إنه هذا الكورس يفيدك. قد إن شاء الله يكون في عندنا كورسات في مرحلة قادمة في وقت آخر تكون للناس اللي عندهم خبرة، لكن لحد الآن إن شاء الله هدفنا في هذا الكورس إنه الأشخاص اللي ما عندهم خبرة يدخلوا في هذا المجال. إذن لو نتكلم على مايكروسوفت داينامكس إكس، هو فعليا نظام لتخطيط موارد المؤسسة أو المنظمة. تخطيط موارد المؤسسة هو فعليا ترجمة حرفية للكلمة الأساسية اللي احنا دائما بنستعملها اللي هي ERP أو Enterprise Resource Planning، أو تخطيط موارد المؤسسة أو المنظمة حرفيا. فإذا تخطيط هي عملية إدارة، احتساب، تجميع، متابعة، كل هذا يندرج تحت كلمة تخطيط. فبالتالي تخطيط هي فعليا ليست كلمة مستقبلية تفيد المستقبل فقط، لكن هي فعليا تفيد الماضي وتفيد الحاضر وتفيد المستقبل. فأنت لما تخطط فعليا أنت بتدير، حتى تخطط لازم تدخل كل المعلومات اللي له علاقة بهذا الموضوع حتى تقدر أنك ببساطة تخطط له. الموارد، جميع أنواع الموارد في المنظمة أو المؤسسة أو الوزارة أو الشركة. فبالتالي تخطيط الموارد، منها الموارد المالية وهذه أهمها برأيي. فأنت إذا كنت مثلا في شركة ربحية، شركة عادية تهدف للربح، فبالتالي أنت محتاج تعرف الخسارة وتعرف مقدار الربح في جميع الأماكن. كل ما بتكلف الشركة من أي عملة معينة محتاج أنك تدخلها بالنظام وتحتسب بالأخير هل هذا جاب لك ربح من نوع معين أو خسارة مثلا لا قدر الله بشكل معين. فبالتالي الموارد المالية، الموارد البشرية، الموارد المواد. فبالتالي إذا أنت في مصنع مثلا محتاج تعرف الأصناف اللي أنت بتستعملها لأنك تصنع المنتج النهائي. فكل ما يتعلق بالموارد، جميع الموارد، فليست فقط هي موارد بشرية فعليا، لا، موارد بشرية، موارد
مالية وموارد حتى أصناف وحتى علاقات أصلاً مع العملاء وعلاقات مع الموردين كذلك. هذا النظام بيساعدك إنك تعمل لهم إدارة من نوع معين. ثالث حاجة يمكن تكلمت عنها اللي هي المؤسسة، فبالتالي أي نوع من أنواع المؤسسة فعلياً، هل هي مؤسسة ربحية أو مؤسسة غير هدف للربح كمثلاً قطاع عام، كمثلاً وزارة معينة، شركة معينة، أو مجتمع مثلاً معين خيري، فبالتالي هي ليست فقط للقطاع مثلاً الخاص تحديداً. فإذا هذا هو تخطيط الموارد البشرية أو الـ Enterprise Resource Planning. حالياً إحنا بنتكلم على Microsoft Dynamics X رقم النسخة 12، رقم النسخة 6، وهي اسمها Microsoft Dynamics X 2012. الآن إحنا في جون، إحنا في يونيو 2014، آخر نسخة موجودة فعلياً في السوق هي Microsoft Dynamics X 2012 R3 أو Release 3 أو النسخة أو الإصدار الثالث. إذن لو جينا مثلا نتكلم بشكل تفصيلي أكثر عن الأشياء اللي بيخدمنا فيها هذا النظام، يتكون هو طبعا من عدة جزئيات أو إحنا مرات بنسميها موديولز. كل جزئية تخدم هدف معين، بالأخير جميع الأجزاء تنربط وتترابط ويعني يعمل زي ما تحكي تنسيق فيما بينهم بشكل معين حتى يكون عندنا نظام واحد. فمثلاً واحدة من الجزئيات هي الجزئية المالية اللي تستفيد منها في عملية إدارة الدفتر العام وإدارة النقد وحساب الدفع وحسابات القبض والأصول الثابتة، أنظمة الموارد البشرية كالمرتبات، التدريب، عملية التحضير اليومي أو الحضور والغياب، إعداد القوائم والاستحقاقات في بالنسبة للموظفين، مشاريع، التكاليف، تكاليف المشاريع والفواتير والنفقات وإدارة نشاط المشروع وعملية إنه يكون عندك أكثر من نسخة للمشروع حسابيا حتى تعرف مقدار الخسارة أو الربح، إدارة سلسلة الإمداد أو إحنا بنسميها أحيانا بالإنجليزي Supply Chain Management، إدارة سلسلة الإمداد وفيها الأوامر النقدية والجرد والشراء وعملية يعني إدارة المنتج وتخطيط سلسلة الإمدادات وجدولة الموردين وفحص البضائع وإجراءات المطالبات وحساب اللجان، التصنيع، هندسة التصنيع وإدارة التكاليف التصنيع وعملية التصنيع نفسها ومشاريعها، إذا كان في مشاريع خاصة مثلا يعني شركة قائمة بمصنع معين قائمة على نظام المشاريع ومسار التصنيع، إدارة علاقات العملاء كالمبيعات والتسويق والخدمات ويعني عملية دعم الفني للعملاء وما إلى ذلك. هذه هي الأجزاء الأساسية أو بعض الأجزاء الأساسية اللي بينبني عليها أي نظام لتخطيط الموارد البشرية الموارد المؤسسة. الجزء الأخير من حلقة اليوم إن شاء الله حابب أتكلم معكم وأشرح لكم يمكن السلسلة أو الطريقة اللي حنمشي فيها بإذن الله. كما ذكرت في البداية إحنا هي فعلياً هذه هي سلسلة حلقات مفصلة إلى 4 فصول، كل فصل بإذن الله حنتكلم على حلقتين أكثر أو أقل، يمكن يتغير تحديداً يمكن الجدول على حسب اللي إحنا شايفينه يمكن بإذن الله مناسب. فبالتالي إذا تكلمنا على هاي الـ4 فصول، أول فصل عندنا المقدمة اللي فيها مقدمة الدروس اللي هي هذه الحلقة، وبعدين بإذن الله حنشوف بالحلقة الثانية كيف نتعلم Microsoft Dynamics X، كيف إيش هي المواقع اللي ممكن تفيدنا إذا حابب أعرف معلومة أكثر مثلاً عن هذا الموضوع داخل النظام، إيش هي الطريقة الأحسن والأسهل والأسرع يمكن إني أحصل عليها. الجزء الثاني أو الفصل الثاني حنتكلم على إدارة النظام الـ Administration، وفي البداية حنتكلم في أول حلقة عن معمارية النظام، الأجزاء اللي بيتكون فيها النظام، من إيش مثلاً الجزئيات التقنية اللي بيتكون منها النظام وكيف هي مربوطة مع بعض. بعدين حنشوف يمكن كيف بنقدر إنه نعمل installation أو تثبيت أو أحياناً بيسموه setup لـ solution على مكان معين مثلاً.
في الفصل الثالث حنتكلم على التطوير او الكستمايزيشن، فحنتكلم على لغه البرمجه بهذا النظام اللي هي اسمها اكس بلس بلس، والبيئه بيئه البرمجه او بيئه التطوير اللي خاصه بهذا النظام انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت اللي هي اللي هي مورفكس. وبعدين حنتكلم على التقارير وايش هي الطرق اللي نقدر نحصل فيها على مخرجات معينه من هذا النظام. في اخر فصل حنتكلم على الجزء الوظيفي، وقد يكون هذا واحد من اهم الاجزاء الفصول الاربعه اللي موجوده عندنا، اللي هي بالاخير كيف انت حتستفيد او كيف الشركه حتستفيد من هذا النظام. فحنتكلم بحلقتين عن الاجزاء ممكن الماليه، عن الاجزاء الموارد البشريه، عن الموديولز الخاصه مثلا في سلسله يمكن الامداد كالمبيعات والمشتريات وما الى ذلك. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، وبتمنى لكم إن شاء الله وقت سعيد ومفيد في رفقتنا في رفقة الحلقات اللي إن شاء الله حتشوفوها معنا. لأي سؤال أو استفسار أو طلب إن شاء الله أني أقدر أساعدكم فيه، ارسلوا لي إيميل على عامر@عامرax.net أو تدخلوا وتشوفوا المدونة تبعتنا عامرax.net، أو دائما إحنا موجودين على الفيسبوك جروب facebook.com/groups AX Springs. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.